لم أتوقع أن الجن سيدمر لي حياتي. أنا أحمد سراجي وتلك قصتي. أنا أحمد أشهر القاتلين المتسللين وأكثر السحرة معرفة في وقت لاحق بأندونيسيا. مارست السحر الأسود وقتلت 42 امرأة بأمر من شبح والدي منذ اعتقالي في مايو لعام 1997 بتهمة قتل واحدة فقط، كاميلا ديواي البالغة من العمر 21 عاما. أدت هذه الجريمة المنفردة إلى تفكيك خيوط، حيث اتهمت بقتل 42 امرأة تتراوح أعمارهن بين 17 و40 عاما. كان دافعي أغرب من عدد الضحايا، أي امتلاك قوى سحرية خارقة للطبيعة. بدأت قصة الغريبة في أبريل لعام 1997 عندما عثر مزارع قصب السكر في قرية في ميدان بأندونيسيا على جثة امرأة مدفونة في مجال للقصب، وأبلغ الشرطة التي احتلت الحقل خلال ساعات قليلة، وتعرف على الجثة باسم كاميلا ديواي من سكان القرية. أثناء التحقيق في وفاتها، جاء أحد سكان القرية الذي يعمل سائق سيارة أجرة إلى الشرطة، وأفاد بأنه كان آخر شخص تعامل مع الضحية، وأنه أوصلها إلى منزلي. كنت في ذلك الوقت من أشهر السحرة والمعالجين للطقوس الروحية في القرية، ولقد طلبت الضحية من السائق عدم إخبار أحد بذلك. اعتقلتني السلطات في مايو لعام 1997. تم اتهامي بقتل كاميلا، لكني نفيت التهمة في البداية، وادعيت أنه قمت بمواساة عائلة الضحية لمدة 3 أيام كما هو مطلوب بموجب التقاليد، وهو ما أكدته أسرة الضحية. بعد أيام من الاستجواب المكثف معي، فوجئت السلطات بسيل مروع من اعترافاتي الذي اعترفت به في قتل كاميلا، وليس وحدها، حيث يوجد أكثر من 40 ضحية أيضا. بعد اعترافي، أمرت السلطات بحفريات في حقول القصب المجاورة لمنزلي، وبدأت البقايا في الظهور. وفي غصون أشهر قليلة، تم استخراج رفات 42 امرأة تتراوح أعمارهن بين 17 و40 عاما. وبعد ذلك توقف البحث، وبدأت السلطات في استجواب ومواجهتي بنتائج التفتيش. بدأت في اعترافاتي بسرد جرائمي كاملة بطريقة أخافت الجميع من السلطات أو وسائل الإعلام في ذلك الوقت. اعترفت بأني كنت أعمل بالسحر الأسود، خاصة أن زيارة السحرة واستخدام المعالجين السحريين كان منتشرين جدا في ضواحي أندونيسيا في ذلك الوقت، بهدف التخلص من المشاكل أو تنفيذ أي رغبات من خلال ممارسة طقوس من تراث السود. عندما سئلت عن السبب الدقيق للقتل، كانت الصدمة التي جعلتني من أكثر القتلة المتسللين شهرة حتى الآن. اعترفت أن والدي كان أيضا ساحرا، وأنه هو من ألهمني لبدء ممارسات الشريرة، وتحديدا في عام 1988 عندما زارني شبح والدي في إحدى أحلامي وأخبرني بذلك من أجل أن أكون الأقوى، وأن أكون أقوى ساحر معروف، وعليه أن يجب علي قتل 70 امرأة، وهذا ما كنت أريد فعله.